السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، طلاب متوسطة الإكنان الأهلية البنين، طلاب الصف الثالث متوسط، مادة الكيمياء اللي هي إحنا راح نبدي من الفصل الأول اللي هو تطور مفهوم البناء الذري اللي أخذناها النماذج. انتبهوا علي، النموذج الأول نموذج دالتون، طبعا النماذج كلها مرشحات وزارية، كلها المهمات. نموذج دالتون، تصور دالتون في بداية القرن التاسع عشر، تصور العالم دالتون أن الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به، وأن هذه الذرات ترتبط بطرائق بسيطة لتكوين الذرات المركبة. هذا نموذج دالتون. نجي النموذج الآخر للعالم ثومسون. في نهاية القرن التاسع عشر قدم العالم ثومسون تصورا آخرا للذرة بعد اكتشافه أن الذرة تتكون من جسيمات أصغر تحمل شحنات سالبة، أطلق عليها اسم الإلكترونات. إذن الشحنات السالبة أطلق عليها اسم الإلكترونات بأنها كرة موجبة الشحنة تلتصق عليها الإلكترونات السالبة الشحنة التي تعادل الشحنة الموجبة للكرة، لذا فإنها متعادلة الشحنة. يبين الشكل هذا اللي إحنا عندنا نموذج ثومسون إنه هي الذرة بها إلكترونات سالبة وتلتصق عليها الإلكترونات الكرة الموجبة للشحنة. إذا صار عندي هسه نموذج دالتون ونموذج ثومسون. أيضا النموذج الآخر هو ريذرفورد. في أوائل القرن العشرين وبعد اكتشاف البروتون، والذي هو شنو البروتون اللي هو رمز بي اللي هو بالذرة، هو جسيم موجب الشحنة، كتلته أكبر بكثير من كتلة الإلكترونات. قدم العالم ريذرفورد تصوره بأن البروتونات متمركزة في حجم صغير في وسط الذرة، أطلق عليه اسم النواة، النواة، وإنها تحتوي على معظم كتلة الذرة، وإن الإلكترونات تدور حولها، لذا فإن أغلب حجم الذرة فراغ، أغلب حجم الذرة فراغ، وإن عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة تعادل الشحنات الموجبة من البروتونات، وهذه الإلكترونات تدور بسرعة كبيرة وفي مدارات مختلفة. البعد عن النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. إذا أقدر أسأل تعليل عن كاتبة لكم إياه، لماذا سمي هذا النموذج نموذج ريذرفورد بالنموذج الكوكبي؟ لأنه شبه نموذج مالته مثل ما الشمس تدور حولها الكواكب، إنه هي النواة تدور حولها الإلكترونات. نجي على مدخل إلى بناء الإلكتروني الحديث. أقدر أسأل سؤال، ليش فشل نموذج ريذرفورد؟ طبعا هذا أيضا من الأسئلة المهمة الوزارية. نموذج ريذرفورد فشل. السبب، أول شيء افترضنا، فلو فرضنا أن الإلكترونات السالبة ساكنة، الافتراض الأول، فإنها سوف تنجذب إلى النواة المختلفة الشحنة، لذا يجب أن تكون في حالة حركة. إذن هذا النموذج الأول، الافتراض الأول. الافتراض الثاني أن الشحنات، إذن هي نقطتين، السبب أن الشحنات الكهربائية إذا كانت متحركة، أول مرة كانت ساكنة، المرة الثانية كانت متحركة تحت تأثير قوة جذب تطلق طاقة، إذن سوف ينتج نتيجة لذلك فقدان في طاقة الإلكترونات المتحركة فتبطئ حركته، مما يجعله يلف لولبيا، وبالتالي يكون غير قادر على مقاومة قوة جذب، مقاومة جذب النواة، ويسقط في النواة. لذا ففي كلتا الفرضيتين نجد أن الذرة سوف تنهار، وما أن الذرات لا تنهار، لذلك لا